قالك هذاك الشيء كيف فجر ما عرفت سيدي، انا ما عمرني شفت هادشي ديال كيف فجر بعيني بنهار خلقت ما كنتش امي، عمر ما عرفت هادشي ديال التفجر، انا ما قاريش امي انا ما كان وبن الدار البيضاء زيد خلق عاد العشيه، عاد العشيه عاد لقاه، عاد العشيه سيدي عاد لقاه قدام الباب ويتبان لي واحد المراه دايزه زكرت كراطن لاحتهم، هو بالك معاك ما خدامه والو، مشى باش يترزق الله كي بوعر، مشى هز وحده ما عرف شنو فيها، ما قلبها ما والو، ما عرفهاش فين سحبات بوعيره وشنو هو، جا حطها في الجرده امي، جا في الساعه فاتت بلاصه في نفس البلاصه جاو البوليس جاو قلبوا هذاك، امي جاو امي عرفوا راه هذاك، قالوا ما عرفت شكون اللي قال لهم، قال لهم راه هز كرطونه، حيت انا وحده انا راه عارف كرطون حدانا. كرطون قال لك فيها المفرقعات. لا مشى ما والو. خرجوا من العشة. هي خرجوا من العشة. وفين كان حاطوها؟ كان حاطها في الدار ولا في العشة؟ لا كان حاطها في العشة. من زبالة بوعير. غايبة عند اختي هذه من يمات العيد، اختي مريضة. عندها مرض زايمر وكان مسكينه كدير كلشي تحت منها، وكنمشي اسيدي كنقابلها ساكنه في الزنقه 8 حدايا بيني وبينها عجوز الزنقات، كنخطف جوج سوايع كنطلع للمحاري نرقب وليداتي ونشقى وندير الميناج ونرجع لعند اختي، ديما يوميا هادشي ديما بالاستمرار كنديرو، ووليداتي قبل ما تمرض اختي كيدوي العشاء كيأدي العشاء كنقول ولادي دخلوا عاد كنسد الباب وعاد نعس، وبشوط الجيران سيدي نعت فينا عاد اللي عنده 4 سنين في الجيران وقال لك هاد الناس ما مزيانينش وكيديروا شي حاجه خارج الطريق، حكموا عليا سيدي باش تبغيو انا خلي ولادي يحكموا عليا انا ها الدو، قال لك ولادي انا كانوا باركين في ام الباب شادين التليفون، داك عارف الدراري شادين التليفون كيبقاو سراني بقاو يتفرجوا في داك الشيء ديال التليفون معدي قدام الباب ما كيفوتوش الباب ولادي، الزباله قدامنا قدام حتى يروح الزباله قدامنا، ولدي قال لك كيشوف واحد المراه جات لحت مع الكرتونات شنو هما نوضي ولدي باش شافها بشاق تبعها هز كرتونه جابوا عار اخر ثاني هز حتى هو مع الكرتون ولا شنو، ولدي توا هز كرتونه حطها في واحد الجريده حطها حنا قدام البديره على حساب الطوموبيل كيتكاردي قدامي كيحط الطوموبيل قدامي كيتقابلوا مع الدار، ديك الجريده دورتها بالعواد وبالسلوكه نوضي هو كيقرا خارج من التاسعة ودرت ليه التكوين بلون بي باقي ما كملش عام راه باقي عندو نهار 11 غادي يدخل ولد دوز الامتحان، هادشي اللي كان سيدي وشهد الجيران علينا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.